أهل السنة وجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة. بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيما معناه أن إذا أن الحاكم أخذ جلد ظهرك وأخذ مالك، ما حدث في الشعوب الآن يعني. أي هو طبعا فرق بين أن يتسلط الحاكم على شخص معين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صحيح مسلم اسمع واطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، لا يتكلم عن لو أن الحاكم تسلط على شخص معين بينه وبينه مشكلة، ولا الحاكم رجل مضبوط لكن جاء وتسلط على شخص وجلد ظهره وأخذ ماله، يقال لهذا الشخص لا تقوم تدعو إلى إسقاط هذا الحاكم أو تقوم أمامه بسلاحك، لأن المفسدة التي ستترتب على خروجك عليه أعظم من مفسدة أنه ضربك. شوف لك أي طريق آخر طلع فلوسك منه. لكن الكلام لو أن الحاكم منع الشعب كله. يقول حفظكم الله، ما رأيكم في من يقول إن حديث اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك إنما ينطبق إذا كان الحاكم أصله عادلا ثم تسلط على فرد معين؟ أما هذا كلام من عنده، هذا أنا سمعته، هذا كلام من عنده، ما هو بيفسر كلام الرسول بهذا الشيء، هذا كلام من عنده، هذا صاحب هوى يريد يفسر كلام الرسول على هواه وعلى طلبه، ما يجوز هذا، هذا قول، هذا يقول على الرسول ما لم يقل عليه الصلاة والسلام، هذا خطر عظيم. نعم.